إيمانويل ماكرون ذو 39 عاماً صاحب النشاط السياسي المقل يتسلم مقاليد الحكم في البلاد كأصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية من سلفه المنتهي ولايته فرانسوا هولاند. لا يمكن اعتبار الرجل غريباً عن قصر الإليزيه، فقد قضى فيه مدة عامين كمستشار اقتصادي ونائب للأمين العام للرئاسة، وفي فترة ولاية سلفه هولاند مكث فيه عامين أيضاً كوزير للاقتصاد والصناعة. ماكرون وخلال حفل التنصيب شدد على أن أهميته الأولى هي إعادة الثقة إلى الفرنسيين بأنفسهم، وبأنه سيحافظ على قوة فرنسا كقوة عظمى، معتبرا أن أوروبا بحاجة إلى فرنسا أكثر من أي وقت مضى. الساكن الجديد لقصر الإليزيه تتربع على طاولته العديد من الملفات الإقليمية والدولية، فحداثة عهده بالسياسة ربما ستكون محط قلق للكثيرين، فالتحديات التي ستواجه الرجل متعددة، منها اكتساب غالبية برلمانية قوية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي من شأنها دعمه أثناء فترة ولايته. أما خارجيا فهناك ملفات شديدة الحساسية، أبرزها المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي أكد أن بلاده ستكون في طليعة البلدان التي ستكافحه بلا هوادة. إلا أن هذا الملف لا يقل أهمية عن الملف السوري الذي لن يغيب عن طاولته، خصوصا أنه كان محط اهتمام من قبل سلفه هولاند، فكيف سيتعامل مع هذا الملف المثقل بكثير من القضايا الشائكة؟ وهل سيتبع نهج سلفه هولاند أم سيغزل طريقة جديدة للتعامل مع الملف السوري؟